كتير مننا ما يعرفش ان افشاء السلام او مجرد انه يتعهد القاء السلام سواء على حد يعرفه او ما يعرفوش ممكن يكون سبب رئيسي في دخول الجنة. والكلام ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ويؤكد هذا المعنى حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وده بيبين لنا بالطبع خطأ المقولة اللي كلنا بنسمعها عن طريق الخطأ إن كتر السلام يقل المعرفة، بل إن الصواب بتاعها كتر السلام يجل المعرفة من الإجلال والتقدير. فإلقاء السلام هو عبادة وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر نبوي سبب في دخول الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.